هذا هو والتنسيفت. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا هو والتنسيفت كما كتشوفوا، الجران ديال الوادها هذه البلاصه، ها اللي كيعجب المتابعين، ها اللي كيعجب الناس، كتعجبهم هذه الجره. ها هي هذه البارت هي اللي كتعجبهم، على هذه البلاصه ما كتعجبهمش. هذه البلاصه هنا الواد، هنا فيها الغيس، هذه البلاصه فيها الغيس، وعندكم المساحه ديال الواد هي هذه. هذه البلاصه كلها الواد داس فيها البارح في الليل. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد، جينا الواد تنسيفت. هذا الواد حدا مراكش، غادي نبارطاجي معكم هذا الواد. البلاكه ديال تنسيفت نتمنى تبان لكم، ها هي واد تنسيفت، وهاد القنطره كلها ديال واد تنسيفت، والواد كاين في اتجاه باش نكون. و كما كتشوفوا هذه هي القنطره ديال واد تنسيفت، الطوموبيل فين بلاصيت لهذاك الاتجاه، يقدر تبان لكم الطوموبيل فين بلاصيت تما. جينا لهذا الواد ديال تنسيفت، هذا الواد دار واحد البوز البارح بعد القنوات بارطاجوا هذا الواد، وصل اعلى المشاهدات هذا الواد تنسيفت. ضربنا كيلومترات كثيره باش نشاركوا معكم هذا الواد تنسيفت. واد ماشي سهل، واد تنسيفت كيجي من إوريكا وكيدي لما هالاتجاه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف اخوتي، شوف المكان ديال الواد البارح هنا عامر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. صبروا معنا تكتشفوا معنا اخوتي، واد تنسيفت وصلنا. واد تنسيفت ها هو اخوتي، هذا هو واد تنسيفت. ها هو البارح الا شفتوا العدد ديال الفيضان اللي جاب بزاف، ولكن داز تعطلنا. هذا هو واد تنسيفت كما كتشوفوا، واد تنسيفت مراكش. هذا واد مراكش، هذا الواد دار واحد البوز البارح بزاف بعد القنوات بارطاج واد الواد، ولكن مع الاسف داز الواد، داز البارح. ما بقاش الواد ولا قليل. وما كايناش شي بلاصه ندوز فيها باش نصور لكم هذيك الاتجاه، راه ما كرهتش نمشي لكم هذيك البلاصه، ولكن هنا في الغيز كما كتشوفوا كاين الغيز هنا، ما يمكنش تمشي على رجليك، يقدر يزلق لكم بزلاف. الا زلق لكم بزلاف غادي يوصل هنا، جاب الله زلق من تما غادي يوصل لكم بزلاف هنا. وهنا الواد كما كتشوفوا مع الاسف اخوتي تعطلنا، الواد داس البارح، هذا الواد جاب بزاف ديال الماء. هذا هو واد تنسيفت كما كتشوفوا، كما كتسمعوا الصوت ديال الواد. يا ربي السلامه يا ربي السلامه. هذه المساحه ديال هذا الواد كبيره، عندكم هذه البلاصه كلها واد، وهذه قنطره، هذه هي القنطره اللي اكتشفتوا بعد القنوات اللي بارطاجوهم هنا، كانوا بعض السيارات واقفين هنا كيصوروا هذا الواد. وبزاف انا كان عندي واحد المشكل، كنت غادي نجي البارح باش نصور لكم هنا فاش كان هذا الواد قوي، حيت هذا الواد جاب بزاف ديال الماء. انا راعي على حسب التجربه ديالي الخبره ديالي، حيت انا بحيت في الفيضان كيبان لي بانه الواد داس البارح في الليل، البارح في الليل داس الواد شد من هذيك البلاصه حتى لهاد البلاصه. نخليكم اخوتي تشوفوا واشتركوا في القناه ديالي وتفعل الجرس الى بغيتو نصور لكم فيضان عامة من طنجة الى الجولة العزيزة. اللي عليكم هو تشتركوا في القناة ديالي. هذا هو واد تنسيفت. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا هو واد تنسيفت كما كتشوفوا، الجران ديال الواد ها هاد البلاصة، ها اللي كيعجب المتابعين، ها اللي كيعجب الناس، كتعجبهم هاد الجرة. ها هي هاد البارت هي اللي كتعجبهم، على هاد البلاصة ما كتعجبهمش. هاد البلاصة هنا الواد، هنا فيها الغيس،
هاد البلاصه فيها الغيص وعندكم المساحه ديال الواد هي هذه. هاد البلاصه كلها الواد داس فيها البارح في الليل. البارح في الليل هاد الواد هاجم بواحد السرعه خياليه. هاد البلاصه كلها كما كتشوفوها ديال الواد. كانوا بعض الناس هنا لقيتهم كتفرجوا في هاد الواد ودابا مشاو. تبارك الله تبارك الله. كما كتسمعوا الواد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كما قلت لكم اخوتي ما يمكنش ننزل حيت هاد البلاصه فيها الغيص. هاد البلاصه كلها فيها الغيص ما يمكنش ندوز هنا. يقدر غادي ندوز لكم هنا يقدر نزلق ما غاديش نغامر في الكل في الكل. وثاني حاجه ما عندناش الوقت. اذا دابا توقيت 6 شويه ايوا ساعتين ونص تقريبا في الطريق من اكادير الى واد تانسيفت. وهذا الواد اخوتي معروف بالطريقه ديالو. وهذا الواد كيجيب فيضان والدعم ديالو من امريكا. امريكا كتدعم هذا الواد. هذا الواد كتدعمو امريكا. فيضان في امريكا كيكون هذا الواد حامل. ها شوف شوف تبارك الله. السلامة 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 السلامة. شو كما كتسمعوا سمعوا الصوت الواد سبحان الله. شوف الشرة كي دايرة. شو مرحبا مرحبا الناس يشجعوني. ايوا هذا هو القطرة ديال تانسيفت. تانسيفت كتواجد قبل مراكش والطريق ديال الدار البيضاء. هاد الطريق كتدي الدار البيضاء وكتدي مراكش. الواد ديال تانسيفت هو هذا. هاد الواد دار البوز البارح الالاف ديال المشاهدات. ربما وصل نص مليون ديال المشاهدات هاد الواد. للاسف اخوتي ما كانش عندنا الوقت باش نجيو نصور لكم هاد الواد. مع الاسف هاد الشيء حتى الله. المهم جينا نصور لكم هادشي اللي بقى. ربما كان الفيضان من جديد غادي نجيو نصوروه. هادي غير البدايه كما كتشوفوا. هذا هو واد ديال تانسيفت. هاد الواد كيجيب الفيضان من امريكا من جبوله المكان ديال الثلج العاصمه ديال الثلج. حاليا ربما على الاجواء ديال الشتاء ممكن تكون الشتاء اي لحظه. هذه هي البلاصه ديال الواد كما كتشوفوا. هاد البلاصه كلها ديال الواد. المكان ديال الواد اش غادي نقول لكم واد عريض تبارك الله. اكبر واد في مراكش هو هذا. اكبر واد. شوف اخوتي البلاصه ديالو. شوف يا ربي السلامه يا ربي السلامه. شوف 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 شنو دار اخوتي الشجار. شوف يا ربي السلامه. هذه هي القنطره ديال تانسيفت يا ربي السلامه. هاد البلاصة هاجم عليه الواد. هاد البلاصة كلها فيها الواد هاجم عليها. ولكن مع الأسف داز البارح الواد داز البارح. كما كتشوفوا هادي بلاصة الواد عامة. وهنا فيه الغيز ما يمكنش نغمر لكم هنا. غادي نصور لكم من الفوق ونصور لكم القنطرة ديال تانسيفت. شوف السرعه شوف السرعه. هذا هو واد تانسيفت. غادي نقرب لكم هذيك البلاصه وندير لكم الزوم. اكثر من 200 كيلومتر باش نصور لكم هذا الواد. ولكن مع الاسف الواد لقيناه سالا بقى في غير واحد الشويه. هذا الشيء اللي بقى ديال بيزلاف. هادشي اللي بقى ديال بيزلاف. واو 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 تبارك الله تبارك الله. واد تانسيفت. واد الواد كما قلنا واد امريكا. امريكا كامل كتدعم هاد الواد. هاد الواد كيجيب الماء من هاد الاتجاه.
إوريكا هاد اتجاه، إوريكا كاينة في هاد اتجاه، وهاد البلاصة فاش كاين إوريكا، وهاد البلاصة ربما تقدر تكون فيه الشتاء كما كنشوفو في السماء، كاين ربما يقدر تكون الشتاء، وخضر هاد الوادي هاجم من جديد، وهاد الواد كيهاجم وكيدي الفيضان، والمساحة ديالو كبيرة تبارك الله. شوف شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كما قلنا ما عنديش الوقت اخوتي، لا كنت عندي الوقت غادي نبحث هذا الواد نتبعو حتى لتحت ونصور لكم شي بلاصه واعره في التحت تما، ولكن ما عندناش الوقت غادي نصور لكم مره اخرى ان شاء الله، غادي نجيو ونصور لكم هذا الواد تنسيفت هنا اي مكان في الفيضان غادي نجيو نصوروه، حنا كنديروا المجهود كنغامروا وكنصوروا لكم الفيضان. المحتوى ديالي راكم عارفين، بعض الناس كيقول لك باغي الفيضان جديد، باغي الواد جديد، هذا هو واد تنسيفت، هذا الواد ديال تنسيفت. شوف اخوتي شوف، انا البارح ما كانوش هاد الشكيش باه، كلشي كان الماء هنا البارح، كان الماء حتى لهنا، هاد البلاصه عامره، هادشي اللي بقى فيه دابا اليوم. وهاد الجران يقدر غادي يستمر تقريبا اسبوع على حسب، اسبوع خمس ايام ست ايام. لو كان كانت الشتا اليوم، لو كان هاد الواد غادي تلقاو هاد المساحه كلها عامره. هذا هو واد تنسيفت، بعض القنوات اللي بارطاجوهم هنا كانوا ياخذوا الناس الصور، ياخذوا بعض الفيديوهات هنا، وهاد البلاصه زوينه. هنا نصور لكم هاد البلاصه اللي رائعه جدا، واد تنسيفت. شوف اخوتي سبحان الله، شوف، ولكن الوادي الا كان بحال البارح كيكون زوين، ولكن مع الاسف مع الاسف اخوتي الواد غادر، داز البارح، داز البارح في الليل وفي الصباح، وبقى في غير هاد الشويه هاهي. معليش ماشي مشكل، حنا اللي علينا غادي نديروه. وهاد الواد اخوتي تنسيفت كيما قلنا كيجي من إوريكا، وهاد الواد معروف بالهجوم ديالو، هاد الواد خطير، هاد الواد من هي تخليكم هذيك الغابه اللي كتشوفوها، ولكن ما عندناش الوقت، وهاد البلاصه كلها فيها الغيس، هاجم عليها الواد البارح، هاجم الواد الليل البارح هنا في الكارثه، هاجم على هاد البلد قال المساحه ديالو كبيره، الطول ديالو كبير، العرض ديالو كبير، هذا اش غادي نقول لكم، بحال واد درا في الصحراء المغربيه، إلا شفتوا واد درا المساحه ديالو، هذا هو الواد من هنا كيغادر زيد 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 حتى لهنا، هاد البلاصه ها هو البلاصه ديالو. شتي هذيك البلاصه كيتجمع فيه الواد، ومن بعد هذيك البلاصه اخرى كيكون الجران. وهاد البلاصه فيها الجران، علاش هنا فيه الجران وهنا كيتجمع فيه الماء، هنا كيتجمع فيه الماء. سلامة 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 سلامة، هذا زخوتي واحد الرموق، وهاد القنطرة كاملة كتحرك، يا ربي السلامة، اش هادشي؟ أويلي 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 السنزال هذا، أويلي يا ربي السلامة، واحد الرموق تا زخوتي القنطرة كاملة كتحرك. شوف 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 كيفاش كدير القنطرة، شوف أخوتي القنطرة، شوف أخوتي القنطرة كيفاش، كتحرك أخوتي، بحال السنزال، سبحان الله. داز واحد الرموك اخوتي هنا، وهاد القنطرة دارت تحركات كامل، انا صحابنا غادي يطيح. ايوا واد تنسيفت هو هذا اخوتي، نتمنى
نتمنى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. هذه البلاصه هو الطريق ديال ايوريكا، كيجيب الفيضان من ايوريكا من هذا الاتجاه الواد من هنا. ولكن هذه البلاصه اللي كاينه دابا حاليا فيها الفيضان، وداز الشتاء البارح هنا، الفيضان داز البارح هنا وسبب واحد بعض المشاكل. هو ضروري، هذه هي طريقته، هذه هي قاعدته، ضروري من المشاكل هو ضروري يجي الفيضان، يجي الوادي ديال المشاكل، يقول لهم هذه بلاصتي، بلاصتي هذه وغادي ندوز فيها والمشاكل ضروري منه وغادي ندير المشاكل. هذه هي طريقه الواد، كما كتشوفوا الواد بدا كينقص اخوتي، مابقاش كيما كان. شوف بدا كينقص، غير وصل البيزلاف وبدا ينقص الواد. سبحان الله. ايوا مع الاسف كنت تمنيت هذا الوادي يكون عامر، وصحابنا غادي تكون الشتاء اليوم هنا. لو كان هذا الواد عامر بالماء من هنا حتى لهنا غيحطوا واحد الديكور رائع جدا، ولكن مع الاسف، على الاسف اخوتي هادشي اللي حط الله. واد تنسيفت، واد اوريكا، هما يقولوا لي واد تنسيفت، ولكن هذا الواد شكون كيدعمو؟ اوريكا، اوريكا والماس صفات ما كامل هاد البلايص كيدعمو هاد الواد. او او السلامة 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 السلامة. هاد الرموكات اخوتي باغيين يلوحو هاد القنطرة، بسرعه. ايوا الحمد لله والشكر لله، ملي وصلنا هذا الواد باقي لقينا فيه هذا الشيء، الله يجعل البركه. المهم جينا من اكادير باش نصوروا لكم هذا الواد. كنت غادي نجي البارح، ولكن كان عندي واحد المشكل ما بقيتش. لو كان جيت البارح لو كانت تشوف الفيديو طار. اليوم نقص الواد، وغدا غادي يكون ناقص اكثر من هكا، ربما كانت الشتاء. اذا كانت الشتاء غادي يكون هذا الواد من جديد حامل، الا ما جاب الله ما كاينش الشتاء ما غاديش يحمل. وهذا الواد خطير، بعد الساكنه اللي كيتوجدوا هنا كيقولوا بانه اول مره في حياتهم كيشوفوا هذا الخير ديال الفيضان. وعاصفه رعديه فين نزلت، نزلت في هذا المكان اوريكا، الجبوله ديال اوريكا كامل فاش نزلت العاصفه رعديه. ولكن الواد داز، نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنى تشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ايوا ان شاء الله غادي تشوفوا بعض الاوديه، حنا كما قلنا بانه بيزاف ولا 4G. بيزاف ولا 4G كينقل اي مدن، يمشي لك للصحراء المغربيه، يمشي لك للكازا، يمشي لك لطنجه، يمشي لك اي بلاصه. بيزاف ولا 4G، كان 3G دابا ولا 4G، كينقل بسهوله. ايوا تحياتي لكم اخوتي، شكرا لكم كاملين. ايوا كما شفتوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، حاولنا درنا المجهود ديالنا، جينا من اكادير باش نصور لكم هذا الواد تنسيفت. نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى تشتركوا في القناه ديالي وساعدونا باش نوصلوا القناه 300K بلاصه فاش كاين مراكش. ايوا ان شاء الله يكون خير، واد تنسيفت من هنا. ايوا الشعب ديالكم اخوتي، حيت كنضربو تنبر في هذا الشيء والسفر وزيد وزيد بزاف ديال الحوايج، نتمنى الاعجاب ديالكم حيت هذا الشيء ماشي سهل. جينا لكم من اكادير وضربنا بزاف ديال الكيلومترات باش نصوروا لكم هذا الواد. واخا هذا الواد داز المشاكل ديالو، داز البارح وبزاف ديال الخساره اللي دار لصحاب الفلاحين اللي عندهم الفلاحه ديالهم هنا، الخسائر سبب بزاف ديال المشاكل داز. ولكن مع الاسف ما جيناش البارح، مره اخرى ان شاء الله نجيو. تهلاو.